ملح ومعاه فول صويا. شنو هو؟ همبرجر تركيبه صويا، فول الصويا. فول الصويا ده نوع من الحبوب قديم معروف من زمان، حتى لقوه في المقابر بتاع القدماء المصريين محفوظ في اواني الله، ولقوا فيه برضه بعض الاماكن مخزن فيها نوع من الغذاء زي القمح وزي الشعير وزي الفول وزي الحاجات دي. فول الصويا القيمة الغذائية لفول الصويا تساوي اللحم بالمدة، بس القوة تعطي الجسم نفس اللحمة؟ نفس القيمة الغذائية للفول. لا، سوى لحم طبيعي عمي بنفس الطريقة اللي قالها، انها تعطيك نفس الطاقة. الله. فبيتم خلط مستخلص اللي هو بتاع الصويا ده او فول الصويا مع زين. عفوا، احنا بدون هذا لاحظت بعض المطاعم يجيبوا لحمة مكبوسة كده زي الجبنة، يعني عريضة كده، شنو هي؟ شلون يكبسوها؟ شرايح بس تخينة، ويحطوا عليها بهارات وكده حلوة. لا، هي اللحم مجرد ما بيقطع بشكل متساوي وبسمك متساوي خلاص بيتم حفظه. زين، ليش الريش غالية؟ كان الوالد يقول يا ابني اي مطعم تبي يعني تعزه قول له عطنا ريش يتورط. هي دي ترجعنا بقى لحته التجار، التاجر صح. بيشوف ايه اللي يخليه يكسب اكتر صح. ويمشي فيه، يرفع سعر الريش. زين، الحين المستقبل لمنو؟ المطاعم ولا البقالات ولا الاسواق يعني بارتفاع الاسعار؟ ولا الاسواق الشعبيه؟ لا، سوق الجمعه وزاره التجاره الدرجه الاولى، اتحاد الجمعيات الدرجه الثانيه، حمايه المستهلك الدرجه الثالثه. ثلاث جهات لابد انهم يحكموا رقابتهم على الاسعار. الحين اكثر دوله بالثروه الدجاج اي دوله؟ حاليا معظم الدجاج بيجي من البرازيل والارجنتين. الله. هاي عندهم مزارع كبيره. السعوديه عندها ما شاء الله. السعوديه بشكل او اخر عندهم، بس يعني بس مره اتذكر مع الوالد الله يرحمه سيدي سوري رفاعي رحنا الوفره. يعني المناطق القريبه لكن مش التفضيل العالمي، البرازيل تفضل بكل العالم. اقول عفوا بالوفره ما ادري، لقينا ناس عندها مزارع دجاج ومسرحه الدجاج الكبير بالعمر. لا، ده بقى ده البلدي ده مش الـ لا الماكينه، لا الماكينه، الدجاج اللي لما يصير عمره كبير يسرحوه بالبر. ليش ما يذبحوه؟ ما خلاص هو لحمه بيبقى تقيل وبيستوي في وقت اطول، وادى الخدمه بتاعته لانه كتير فخلاص يعني بيديروا افراج. زين، ليش بعض الجمعيات يعني جاني فيديو اي والله بعض الجمعيات جاني فيديو والله تعجبت، الارفف فاضيه ما في ولا دجاج، ليش؟ ليش الناس خذته؟ ممكن تحصل فجوه ما بين مواعيد التصدير الاستيراد. لا صارت مثل سالفه الكرون لما قالوا بيصير حظر راحوا شقوا الجمعيات كلها نفس الطريقه، قالوا انه نقص لحم دياي. هو اللحم قيمته نفس الدجاج نفس اللحم قيمه الغذائيه والسمك؟ لا لا اغلى. لا، السمك اعلاه لانه ما فيهوش اي انواع من الكوليسترول او الدهون العاليه والاوميجا وكده الا بعض انواع الاسماك، وهو اخفهم هضما على الجهاز. المهم تحيا مصر، تحيا مصر دوله الكويت، جاينا الدقاق المصري. وهالحين راح نبتدي في دون الثالث في الدقاق المصري ومميزاته.